تسنوتين الحباب تسنوتي يدخلوا الحباب والبتي ريغلاج فوالا 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله مرحبا 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 اللي دخل يعمل لنا البصمة 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 عندي لكم وصفة اللي أنا عملتها على البشرة ديالتي اليوم عطاتني واحد النتيجة عجيبة جيت قلت نقسمها معكم أنا يالله داخلة من الخدمة شدت لي نهار كله زوينة غزالة بشرة اللي هي وصفة اللي هي كتصلح لجميع أنواع البشرة اللي دخل يعمل لينا اللايك اللي دخل يعمل لينا لو بارتاج لو بارتاج جزاكم الله خيرا باش نعطيكم هذه الوصفه باش نعطيكم هذه الوصفه لو بارتاج الفوق 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 لو لايك الفوق تبارك الله عليكم وتبارك الله على الدعم ديالكم تبارك الله على لي لايك ديالكم على التعاليق ديالكم كنقول لكم الله يقوي من مثالكم الله يخليكم ليا لا الوريدات ولا الشويكات على فكره جاني السينال لهذاك اللايف اللي انا كنت عملته وتكلمت على سريويلا جاني السينيال باش نحيد هذاك اللايف على ود ذكرت الاسم ديالو ثلاثه ولا اربعه ديال المرات كنتسنى الى شفتوني حيدتو عرفوا بين ما اليوتيوب ضغط عليا ماشي غير انا جا السينيال كاع الناس اللي هما يذكروا الاسم ديالو واللي كياخذوا يعني لا فيديو كيعملوا كوبي كولي هذوك القناه ديالهم يعني غيجيهم انذار عملوا لينا لايك الله يخليكم لايك لايك لو بارطاج لهاد الوصفه اللي هي يا كتحافظ لك على وجهك على الجمال كل حاجه كنستافدوا منها البشره ديالتنا باش كنبقاو في اي سن في اي سن ندخلوا ليه كنبقاو ما شاء الله يعني البشره ديالتك كتبقى عاطيه واحد النظره اللي كنحمد الله وكنشكرو على واخا كندخل معطله واخا يعني الحياه ديالي تغيرت واحد شويه الوصفات و والعناية كندوم عليها لايك ما عنديش اللايك نجيكم من الاخر حليمة عندها يعني كحل كحل بيض بيض عندي لي لايك ولو بارطاج ما كتعملوش ليا لو بارطاج الله الله اجي انتي بسم الله بدينا بسم الله بدينا موح موح عليك كنبوسكم كنعنقكم القلوبة كنعطيكم قلبي كنعطيكم عينية كنعطيكم يعني بدل بوسة كنصيفط لكم عشرة ولكن اعملوا لي لو بارطاج الله يخليكم عملوا لي لو بارطاج باش نعطيكم هاد الوصفه ونوض حتى انا قدي عندي بزاف ديال الحوايج ما نعمل يلا دخلت من الخدمه
ومن بعد ان شاء الله غادي نعمل لكم واحد اللايف، واحد اللايف اللي غادي ناخد الوقت الكافي اللي غادي نفسر لكم وغادي نفهمكم يعني الحياه ديالي كيفاش بدات، وكيفاش هاد الناس اللي كيعملوا ليا لي ديسلايك غادي نقول لكم شكون هما هاد الناس، غادي نعطيكم الاسامي على ود يعني تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم، كتعملوا اللايك، كتعملوا لي التعاليق، التعاليق الايجابيه، ولكن من الدور ديالي انايا نفهمكم علاش كاينين علاش كاينين لي ديسلايك، يعني كاين تقريبا النص 50% لايك و 50% ديسلايك. غادي نعاود لكم قصة حياتي ملي كانت عندي 15 سنة، اشنو وقع ليا، ومن ديك الوقيتة فهمت بين ما عندي مشكل مع النساء، عندي مشكل مع العيالات. كان عندي بنات عملوا لي اللايك، كيضربوا لي في القناة وزيدوا عندوها في اللايف. ما تخافوش، نهار الحد ان شاء الله غادي نجلس على خاطري، نقي شي شويكات كاينين عندي هنايا، غادي نعمل لهم بلوك على ود اتصلوا بيا الناس وقالوا لي مزيان ملي عملت بلوك شي ناس ما بقيناش كنشوفهم كيطلعوا. قلت لهم خاصني الحد الجاي نجلس وعاود ثاني نقي داكشي اللي باقي. بونجور بونجور مدام، لي لايك لي لايك، ميرسي 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 بور لي لايك، ولكن عملوا لي لي لايك هنا الفوق وعملوا لي لو بارطاج. فاش كتخممي يا الحبيبه ديالي، ما بغيتش نبلوكيك دابا، نزيد نتسنى واحد شويه نزيد نتسنى واحد شويه. عملوا لي لايك لايك، الله يخليكم، ما عنديش البصمه، ما عنديش البصمة. اللي كتب لي بالعربية نبلوكيه، فوالا اللي كتب لي بالعربية نبلوكيه. انتي غادي نخليك واحد شوية ومن بعد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولالا لو كافي، الكاطو، لي فلوغ، موح عليك، كنحماق عليك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ما عنديش لو بارطاج، ما عنديش اللايك، ما عنديش لو بارطاج وما عنديش اللايك، البصمة، جمجموني، عملوا لينا جيم، جزاكم الله خيرا، عملوا لينا جيم. يعني عاملة واحد هما ضربوا لي عاود تاني القناة، ها هي المرة الثالثة، يعني عملوا لي لايك، عملوا لي البصمة. نعطيكم الوصفة، نبدأ على بركة الله. الوصفة 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 عملتها اليوم في الصباح، واش نقول لكم، خليتها يعني نورمالمون كنخليوها 15 دقيقة، نسيتها وخليتها 20 دقيقة على البشرة ديالتي، عطاتني واحد النتيجة غزالة، هبطتها حتى على العنق ديالي، اللي أنا قلت علاش ما نجيش ونقاسمها معاكم. عويناتكم زوينين، التعاليق ديالكم زوينة، اللايك ديالكم زوين، لهذا ولو هذه أسبوع عندي واحد يعني واحد صداع في راسي، ما عرفتوش مناش وما بغاش نعرف كنخاف انايا ما بغاش نعرف، ولو اقسم لكم بالله الا عندي التحاليل، عندي بزاف ديال الحوايج خاصني نعملهم وما بغيتش نمشي نعملهم، على ود كنقول من الاحسن ما نعرفش وكنجي عندكم. اهلا 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 ماما مريم تيفي.
اهلا، تبارك الله عليك وعلى اللايف ديالك ديال قبيله. يعني مشى للناس دغوا او كور. هذاك اللايف ديالك قبيله تبعته كله. ندخلوا في الوصفه 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 الوصفه. بغيتو تصفيو البشره، بغيتو تعطيو للبشره الفيتامينات اللي محتاجاهم. ما تنساوش ولو الماسكات ولو القناع ولو يعني نعرفوا اشنو. ميرسي ميرسي بوكو ميرسي بوكو، جو فوز ادور. ميرسي بوكو. كنحماق عليك. عندي واحد السيده هنايا عامله ليا هكذا الكفوف. يعني ملي كنشوفها في القناه ديالي كنفرح، ملي كنشوفها في اللايف ديالي. بارك الله فيك يا اختي العزيزه. ماما مريم تي في اللي كنتمنى الناس يهجموا عليها. وما حدنا في الهجوم. نضربوا ثلاثه ديال العصافير بحجره وحده، تمشيو تدخلوا. الناس اللي مضمين لعائله نصائح حليمه كنتمنى تمشيو عند الى تعقلوا مول الكاسكيطه، مول الكاسكيطه اللي هو قال كلمه الحق وشدوه في يعني في الحبس وضربوه بربع سنين ديال الحبس. مراته تولات القناه الاحتياطيه اللي هي دابا سميتها مولات الكاسكيطه. كنتمنى تمشيو عندها، ضموا القناه ديالها، تابعوها، تعملوا ليها اشتراك، وتابعوها بالاخص في القناه ديالها. هذيك القناه غادا توكل منها دوك الوليدات اللي خلاهم داك الاب اللي قال كلمه الحق وقالوا ليه علاش دويتي. يعني ما كتطلبش المعاونه، ما كتطلبش الناس يعطيوها الفلوس، ما كتطلبش يعني ما مداش يديها. دخلات امراه وما شاء الله ما شاء الله عليها، دخلات وما عندهاش مع داك الدومين، وما عمرها كانت كتحلم تجلس وتقبض قناه ويعني وتبدا هكذا تتعامل مع الناس. وهي يا البارح اللايف لا فيديو اللي عندنا تتبكي كتبكي كتبكي كتبكي. ود امراه حامله وعندها جوج ديال الوليدات، وحنا كنقولوا للمول كاسكيطه احنا غادي نساندو مراتك وغادي نضمو. انا اشتركت في القناه ديالتها وعملت تفعيل الجرس باش الوقت اللي تحط لا فيديو يطلع ليا اعلان فيديو. من هذيك القناه تعيش دوك الوليدات، توكلهم. شدي يا اختي العب مولات الكاسكيطه، كنوجه لك هاد الرساله. راجلك يكونوا حاكمين عليه بربع سنين ولا خمس سنين، داكشي اللي كتب عليه الله غادي يدوزو. ما تعطيش لولادك ديك الصوره ديالت ام حزينه، ما تعطيش لولادك ديك الصوره ديالت ام كتبكي. بكي في الظلام، بكي في الليل، سيري جيت البحر وبقاي تبكي. مي ملي تكوني قدام ولادك قولي لهم باكم غادي يجي واحد النهار، الا ما جاش هاد العام يجي العام الجاي. قولي لهم بين ما باكم مشى على كلمه الحق، قولي لهم بين ما باكم اللي غيخرج غيلقاكم واقفين وكتسناوه. وقت ما خرج كبرتو ولا يعني بقيتو، وقت ما خرج غادي يلقاك يا اختي العزيزه حاضنه وليداتك وكتقريهم ومتبعاهم. ومن طبيعه الحال غادي تجيك البكيه وغادا تبكي. من طبيعه الحال السند اللي كان عندك يعني ما بقى مشى ليك. من طبيعه الحال يا اختي العزيزه ملي شفت دوك الدموع ديالك وكان الزوج ديالك معمر ديك القناه ديالته الاولى، دابا وليتي مولات الكاسكيطه. كنفتخر بيك،
كنفتخر بالنداء ديالك، وكنشكرو بزاف السيد اللي هو جا وقال لك كيفاش يمكن لك تعيشي وليداتك، وكيفاش تدوزي للقناة الثانية، وكيفاش الناس يضموا القناة ديالك. وهضروا عليك بزاف ديال الناس اللي عندهم القنوات، تكلموا عليك. حليمة كنطلب منكم تمشيو عند مولات الكاسكيطة، مرات مول الكاسكيطة، وتعملوا اشتراك وتعملوا تفعيل الجرس. دابا غادي ندوز، ما عنديش اللايك، ولا ما كانش عندي اللايك ما نعطيش الوصفة. انا لكم من الاخر، انا عندي خدمتي، يعني عندي مناش نعيش. عطيتوني لي لايك ولو بارطاج، نعطيكم الوصفة، هي محطوطة قدامي. بغيتو تبخلوا عليا، نوبة نوبة نبخل عليكم. انا كنتسنى. كان حماق عليكم. كان حماق عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم، ما شاء الله. لا الوصفة، ويلي الوصفة. لا ما عملتوهاش نتوما، يا شكون اللي غادي يعملها؟ غتعملوها نتوما الوصفة. غادي توليو هكذا لرجالكم، غادي توليو هكا. عندك 30 عام ولا 40 عام ولا 50 عام، بيانتو ان شاء الله تبقاي ديما واقفه مع جميع الاجيال. خشيه في وسط منهم كتباني بحالك بحالهم. باش بالتهلو تهلو نعرفوا شنو كناكلو، شرب الماء، يعني العنايه خارجيا مهمه 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 بزاف. اعملوا لي جيم، اعملوا لي جيم، الله يخليكم لايك. ندوز دابا ونعطيكم الوصفه، وما غاديش ننسى، ما غاديش ننسى، غادي نعاود لكم قصه حياتي من اللي كانت عندي، اللي كنعقل عليه انا. غادي نبدا لكم باللي كنعقل عليه انا، واللي مهم في حياتي، واللي تابعيني عليه صحاب لي ديسلايك ليومنا هذا. غادي نقول لكم منين جايين. دابا غادي ندوزوا للوصفه. ان شاء الله ان شاء الله غادي الوجه ديالكم هكا كيعمل. غادي نحتاجو الافوكا، افوكا وحده غادي نحتاجوها، غادي نحلوها، وغادي نحيدو داك العظيم اللي في وسط منها، وغادي ناخذو الافوكا من الداخل. هادي راها طيبه، انا كنجيبهم وكنحطهم حتى كيطيبو. عندي الدار سخونه بزاف، كنحطهم في الصالون كيطيبو دغيا دغيا. عندك الافوكا وعندك البنان، كنحطهم هنا في الصالون كيطيبو دغيا دغيا. غادي نحتاجو لهاد الافوكا، غادي نحتاجو ليها ميكسور اللي هو عامل هكذا، ميكسور اللي هو عامل هكذا. غادي نعملوها في الميكسور، وغادي نطحنوها، وملي غادي نطحنوها غادي يعني ملي نحيدو هادي، غادي بالصبيعات ديالي يدينا نحيدو ديك لافوكا اللي هي بقات لاصقه، غنحيدوها. وغادي نجيو حتى لهنايا وغادي نحيدو ديك لافوكا كلها. وانا شنو عملت البنات اليوم في الصباح؟ دخلت صبعي وهكذا كرت لافوكا كلها، جبتها خرجتها. داكور. غادي تغسلو البشره ديالكم، تغسلي الوجه ديالك بمويها تكون شويه دافيه. وغادي تعملوا شي حاجه، انا عندي قندورات اللي هما يا يعني ديال الوصفات. ما نكذبش عليكم، بقيت هاد القندوره ديال هاد الوصفه، هاد القندوره تطاشيتهم كلهم على ود كنعمل اللون ديال شعري وكنعمل الوصفات، ولكن كنحيدهم وكنعملهم في لاماشين ديال التصبين. افوكا اللي غادي نطحنوها، وغادي يعني نجبدو داكشي كلشي اللي هويا في الميكسور، وغادي بواحد الشويته بانسو اللي كتشوفوني كنعمل. اللي ما عندهاش خافت
حاطه شي قندورته ولا شي حاجه، تقبض واحد الفوطه هكا وتجي حتى لهنايا وتشدها ببانس هكذا، لا طاحت شي قطره فوق ديك الفوطه داكوغ. الكوش الاولى ونتسنى، وملي نعملوا الكوش الاولى غادي نركز على هاد يعني هادي مهمه، الا ما عملتوهاش راه اي وصفه كنعطيها لكم وكتشوفوها كتبان عليا الا كنمشي كان يعني غادي نعمل لكم غير مثال هكذا، وكنعمل هكا وكنبقى انا من عشاق ام كلثوم، انا من عشاق ام كلثوم، انا ملي كنسمع ام كلثوم كتغني كنبدا نبكي، انا ملي كنسمع ام كلثوم كتغني كنبدا نعمل امتحان لحياتي، هادي مشات هادي ضاعت هادي جات هادي فلتها هادي ربحتها هادي، انا من عشاق ام كلثوم. ماشي يعني دابا يعني كيعاودوا لي صحاباتي اللي انا كنشوفهم قالوا لي ملي كانت عندك 15 عام 14 15 عام كانوا كيجيو باش مشيو للمدرسه وكيسولوا خوتي كيقولوا لهم حليمه واش مشات ولا باقا، كيقولوا لهم لا سمعتهم وكلتهم خدامه راها باقا في الدار. ملي كنت طفله صغيره وانا ام كلثوم النص ديالي هو ام كلثوم. نرجعوا للوصفه ديالتنا، ملي غادا تعملي هكذا غادي ديك الوصفه ديالت لافوكا غادي تخلي ليها الوقت ديالها باش البشره ديالتك غادا تشربها، وغادا تنوضي بلا ما تحيديها، وغادا تعملي على العنق ديالك وكذلك، وما تنسيش ليا الرقبه هنايا. لو درنا فيها واحد القاعده ملي كنكون كنهضر مع العيالات كنشوف هنا وكنشوف هنا اللون، الا بان ليا هنا ابيض وهنا اللون مختلف كنعرفها بين ما كتعمل الوصفه غير هنايا ما كتعملهاش اللون. اذا تعملي الكوش الثانيه وتخليها حتى تبان لك بدات كتيبس واحد شويه، وتشدي دوك الصبيعات ديالك، يعني الصبيعات هذه ديما عملوها في الوصفات، شدوا الصبيعات ديالكم ونبداو نمصيو في هذيك الوصفه في البشره ديالتنا في العنق ديالنا في الديكولتي، نمصيو هكذا نمصيو، وتعملي وجهك هكذا في لافابو ولا في لابينوار وانتي كتمصي، وانتي كتمصي في البشره ديالتك او انتوما شحال وانتي كتمصي في البشره ديالتك. من بعد غادا تغسلي وجهك، غادا تغسلي وجهك هاد الوصفه بالاخص للناس اللي عندهم البشره جافه وحساسه. انا عندي البشره ديالتي جافه وحساسه، وثقوا بيا ثقوا بيا ثقوا بيا، يعني اللي من دمي ومن لحمي اللي كبر مني واللي صغر مني مشى لهم الوجه ديالهم. علاش؟ ملي كنت كنعمل الوصفات وكنقول لهم هاكو كانوا كيقولوا لي خليك في داك العالم ديالك بوحدك، وانا هذاك العالم كنت فيه ملي كنت صغيره، عندك الوصفات ديال الشعر عندك ديال الوجه ملي كنت صغيره. ملي غادي تغسلي وجهك غادا تلاحظي بين ما من بعد ما غسلتي وجهك غتلقاي البشره ديالتك بحال عملتي ليها شي كريم، غتلقايها باقا شويه دهنيه، غادا تنشفي. كن انا نقول اهلا 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 بزكيه ام وبلالا المغربيه، اهلا 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 زارتنا البركه بزكية أم نزار وبللا المغربية اللي واخا ما كنعرفش نزغرت. تبارك الله عليكم وعلى الوصفات ديالكم، وتبارك الله عليك يا أختي زكية، وتبارك الله على عدوستك، والله يخلي لك وليداتك ويخلي لك الزوج ديالك، وهذا شرف كبير ليا اللي دخلت عندي الحاجة ومرات ولدها. والله القسم ما خليتو ليا ما نقول، ما خليتو ليا ما نقول على ود اللب
اللب ديال الوصفات داخل عندي، يعني اش بقى ليا انا ما نقول، ما عليا غير السكات. الله يخليكم لبعضياتكم ولهالي خطيكم على بعضياتكم، وانا متابعكم وكنقول لك يا اختي العزيزه البركه في راسك من جهه الام ديالك العزيزه، وعطاك الله عدوزه اللي فيها عدوزه وفيها ام. كنقول لك قسمت معاك داك النهار وعيني يعمروا لي بالدموع داك النهار على ود انا هاد الشيء اللي دزتي منه، انت دزت منه انايا، هادي دابا عام ونص. كنقول لك بما البركه في راسك، والله يخلي لك عدوزتك ويخلي لك وليداتك ويخلي لك الزوج ديالك. ثقي بيا الا بكيت معاك. زكية أم نزار ونعم النساء، عدوزتها معكم ويحصل لي الشرف نجلس معكم ولو ساعة المقانة، تنقص من عمري وتزاد في عمركم. بارك الله فيكم. غادي نكملوا على الوصفة. الزيت اللي كنسميها ليلة الزيوت، اعملوا لينا اللايك الله يخليكم. الزيت اللي انا كنسميها ليلة الزيوت، واللي انا بهضاتني واللي كنعملها على البشرة ديالتي وكنعملها على شعري، وها كاينه في البيت عندي وانا دابا هنا في الصالون، وهي زيت الجوجوبا. البنات نساء رجال، زيت الجوجوبا الشعر انا دابا عاملها على شعري وجامعه، مع كنعمل اللون لشعري باش ما يتحرقش ليا شعري وباش ما يوليش ليا حرش. هاد الزيت ديال الجوجوبا فاجاتني، نساتني في الزيت ارغان، نساتني في الزيت اللوز الحلو، نساتني في الزيت يعني كاع الزيوت. زيت الجوجوبا اكتشفتها وليت دابا كنعملها على البشره ديالتي، كنعملها على شعري. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا اختي العزيزه. وملي نبغي نجي للمغرب النهار يكون عندي كبير وبحال ناضت لي امي من القبر الا عطيتوني ساعه المقانه وجلست معاكم، تنقص من عمري وتزاد في عمركم. ثقوا بيا، دخت والله تدخت، دخت دخلات عندي واحد الانسانه اللي عندي عزيزه، هي ومات ولدها ووليداتهم وراجلها، وكنقول ديك الدار سعداتكم سعداتكم وخمسة وخميس عليكم، والله يحفظكم والله ينصركم على عديانكم. هاد الزيت ديال الجوجوبا ما كنتمناش تاخدوها عشوائية هكذا، من تاخدوها من لابارا فارماسي، لابارا فارماسي للبشرة. ولا انا كانت يعني يديا في هاد فصل الشتاء مع البرد والريح وداكشي هنا عندنا في فرنسا، كتبدا تعمل لي واحد القشره هنايا بالترطيب، وما كنخلي ما كنعمل. زيت الجوجوبا كنعملها على يديا مره وحده، يعني في الاسبوع كنلقي يديا بحال ديال البيبي، عجيبه هذيك زيت الجوجوبا للشعر والبشره، كنصحكم بها. وكنقول لكم بما راكم باخلين عليا باللايكات، ما عنديش لي لايك، ما عنديش لو بارطاج، ما عنديش لو لايك وما عنديش لو بارطاج. وكنطلب منكم جزاكم الله خيرا هاد الوصفه بالصحه والراحه، بالصحه والراحه اعملوها وانا معاكم. وكنطلب منكم جزاكم الله خيرا كل ما كاين في قناه عائله نصائح حليمه، تمشيو عند مولات الكاسكيطة اللي تابعوها بهذيك القناة، باش غادي تعيش دوك الوليدات والدنيا اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها. احنا كنهضروا وكنضحكوا ولكن ما عارفينش اش غادي يوقع لينا غدا ولا بعد غدا، داكشي بيدين الله سبحانه وتعالى.
زيدوني لي لايك، زيدوني لي لايك، جمجموني من بعد دموع الفرح، دموع الفرح، ثقوا بيا الى دموع الفرح اللي دخلت عندي زكية أم نزار، ودخلت عندي للا المغربية عدوستها، دموع الفرح. هاد اللايف هذا راه غادي نخليه وغادي ثلاثة المرات دابا ضربوا لي لايف. وما تنسوش تعملوا هاد الوصفة ولافوكا البنات الرجال، على ود كيقولوا لي علاش ما كتقوليش لينا الرجال، رجال ولا البنات ولا العيالات، لافوكا تكون طيبه طيبه. انا دابا ما بغيتش نقشرها لكم على ود ما غاديش نستعملها، راها طيبه اللي هانتوما هانتوما، يعني الطيبه خاصها تكون طيبه، ولو تحلوها وتلقاو فيها داك واحد شويه الكحوليه غادي نضربوا ديك الكحوليه تحيدوها ونستعملوا لافوكا. انا غادي نقول لكم واحد الحاجه، انا العظم ديال لافوكا ما كنلوحوش، ما كنلوحوش، العظم ديال لافوكا كنبقى هكذا في الحكاكه، ديك الحكاكه اللي كنحكوا فيها خيزو، ولا كنبقى في الحكاكه هكذا كنحك فيها كنحك فيها العظم ديال لافوكا حتى كيتحك ليا كله، ومن بعد كندوزو في الميكسور وكنعمل عليه، حيت عندي بشره انا جافه، كنعمل عليه زيت اللوز الحلو ولا زيت الافوكا الا كانت عندكم، انا عندي زيت لافوكا كنعملها عليه وكنعملو قناع للبشره ديالتي، العظم ديال لافوكا. ولكن تعرفوا كيفاش، ماشي تعملوه في الميكسور، لا كنحكو في ديك الحكاكه حتى كيتحك كله عاد باش كندخلو الميكسور. بارك الله فيكم على لي لايك، كنشكركم على التعاليق ديالكم، كنشكركم على هاد اللايف هذا اللي ما غاديش ننساه، وكنقول لكم بينما بارك الله فيكم، احبكم في الله، غادي نعمل لكم واحد اللايف اللي غادي نحكي لكم هاد الناس اللي هما تابعيني بلي ديسلايك، تابعيني بلي ديسلايك، تابعيني جات اللي بديت كنعمل في القناه ديالي، لقيت ملي كانوا الناس متابعيني بزاف في اوروبا كان ما كانوش عندي التعاليق السلبيه بزاف، ملي جاء ديال القناه ديالي عندي المغرب هو رقم واحد، هو اللي عندي يعني متابعيني بزاف، لقيت تما قلعوا حليمه وعرفوا حليمه شكون هي يا ورجعوا لحليمه لديك الحرب اللي كانوا عاملين ليا في ايام زمان. ولكن غادي نفسر لكم كل شيء، غنعاودوا لكم كاينين شي حوايج اللي كيفاجئوا في حياتي. كنقول لكم ليلتكم سعيده، هاد الوصفه قسمتها معكم، قسمت معكم بزاف ديال الحوايج، ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش ما تنساوش ماكلة الكاكاع، ما تنساوش الكاكاع كل صباح من بعد القهيوة ديالتي كناكل خمسة ديال الكاكاعات، كل نهار من وراء الفطور ديالي، يعني الكاكاع هنا كيدخل بالكيلويات، ثلاثة كيلو أربعة كيلو ديال الكاكاع كتدخل، كل نهار في الفطور عندي أربعة خمسة ديال الكاكاعات اللي أنا كنوجدهم في الليل، كنهرسهم وكنوجدهم في الليل، كناخد القهوة ديالتي، كناخد الفطور ديالي، ومن بعد كناخد دوك الكاكاعات كنتناولهم. كنقول لكم ليلتكم سعيدة، ما تنسوناش بالتعاليق الإيجابية، ما تنسوناش بلي لايك، كنقاسم معكم الحوايج اللي هما كينفعوني، كنقاسم كيقولوا لي ما تبدلتيش، ما تبدلونيش على ود الناس اللي كنعرفهم من سنين، وكيجيو للصيدلية كيقولوا لي ما تبدلتيش، ولكن كنقول واحد الكلمة اللي كنقول لهم الوجه يعني البسمة على الفم، الوجه كيضحك والقلب عالم به غير الله سبحانه وتعالى. كنقول لكم ليلتكم سعيدة، أنا نهون ليكم ونبكي ليكم ونعدد ليكم،
ونعاود لكم على حليمة ومصاري فيها، ولكن ربي كبير. انا ما يعني ها كنهز الزيت ديال الله في الصباح وفي العشية، خارجة لخدمتي ولا داخلة من خدمتي، ولا يعني اي حاجة كنشوفها ما كنتشفاش. اللهم لك الحمد، عاطيني ربي واحد القلب اللي بعض المرات كنقول يا ريت الناس كلهم كانوا بحالي. كنقول لكم ليلتكم سعيدة، الهلي خطيكم عليا، خليو الشويكات والوريضات خليوهم في القنوات كلهم كاينين. وكنقول الكلمة الأخيرة اللي غادي نختم بها، وهو دموع الفرح ديال لالة المغربية وزكية أم نزار عدوستها. كنقول لكم بما شرف كبير ليا، والفرحة عمرت لي عيني بالدموع، ولكن دموع الفرح. وكنقول لك يا أختي العزيزة، الله يجعل محبتها تكون صبر، والله يصبرك. وراكي ما شاء الله ما شاء الله الأم ديالك ولدات وعفات اش ولدات، ولالة المغربية شفتو كي كيضربوا لي القناة، ما كاين غير السينيال. السلام عليكم.